هاري صباح النور مريم. صباح النور، صباح النور لكم لجميع المشاهدين. اليوم عنا هيك اكسرسايزز شوي هيك حلوين ومهضومين، وهن بيبينوا صعبين بس اكيد منهم صعبين. هن حيكونوا حركات تنسيق بين الكتاف والاجرين. سو حنكون عم نشتغل على الكتاف والاجرين مع بعضهم، مش كل وحده لحالها. حنعوز بس دمبلز، وفينا نستعمل اكيد اوزان خفيفه لاوزان ثقيله حسب كل حدا والفتنس ليفل تبعه. نعم. اول حركه رح نبلش فيها، طبعا خلينا نبلش بالحركات برفقه زميلي امين، لانه امين ناشط جدا بالحركات اللي لها علاقه بالكتاف. ايه ناشط، انا بعرف شيء تحبني نقوم معنا انت مريم. بدنا النص واخيرا. هذا انجاز، هذا انجاز، برافو. تفضل. ميرسي ميرسي. بدي زلغط هلا شوفي هكا مع الدامبلز الصغير. لا بس عن جد هلا اون سيريوس نوت، رح نكون بهيدي الوضعيه من هون. اجر لقدام، اجر لورا، اوكي؟ دائما الاجر اللي بتكون ورا بتكون جالسه، فما بتكون بهيدي الطريقه. بس حتى نجلس هنا يعني. اوكي، ومن هون رح ننزل، رح نتفش الركبه لتحت. هلا انت اطول ففيك توسع اجريك اكثر كرمال ما يكونوا كثير قراب لقدام. نعم، ننزل ونحن وعم نطلع بنعلي الايد. ارجع يا امين ارجع. شفت الوضعيه كمان؟ عليها هيك تحشم فيها. ات ليست هي ترايد، هيدي اهم شيء. نعم. فبالتالي رح نكون بهيدي الوضعيه من هون، ننزل نطلع. طبعا فينا نعملها بالايدتين. نعم، بس هيك حبيناها تكون هينه اكثر على المشاهدين. هو التمرين بده تركيز اكثر ربما، يعني لانه يمكن امين كان حامل بايد دمبلز وبعده عم يطلع على الكاميرا، بعتقد لازم يطلع على نقطه معينه اي شخص ليقدر انه يعمل هذا التمرين. هلا عاده التمارين اللي بيكون فيهم بالانس وبيكون فيهم تناسق مثل هول حركات عن جد بدهم تركيز. بغض النظر اذا نحن كنا مبتدئين او حتى نحن كنا حدا انه بروفيشنال، دائما هدول حركات بدهم تركيز، لانه انت عم بتحركي عده اشياء بنفس الوقت. نعم، فكمان بدنا ننتبه انه ما يصير في اصابه عنا، لانه طبعا اذا انت عم تعملي هول الاشياء كلها، وطبعا اذا كنت حامله وزن في احتمال يكون في اصابه، فدائما لازم نكون منتبهين ومركزين. نعم. ثاني حركه رح تكون بهذا الشكل، ننزل سكوات ونحن وعم نطلع نتفش طلوع. نعم، مثل ما لاحظتي انا عم ببرم من الهيبس، فبالتالي اجري لما ابرمها كل الهيب بتبرم معي. نعم، طبعا بننتقل للثاني ميلي كمان. من بعد ما نخلص هيدا بننتقل للحركة الثالثة بهيدا الشكل، كمان رح تكون لانجز، كمان بنرجع الاجر لورا، بنتأكد انه نحن عم نتفش لتحت مش عم نتفش لقدام، ايدينا بهيدا الشكل، نطلع بايسب كيرلز. فهون يعني هي مهمة التمارين كما تحدثت لمنطقة الأكتاف ولمنطقة اليدين البايسبس. نعم، اليدين. نعم، هلا حبيت زيدها هيدي مع انه ما لها علاقة بالكتاف. نعم، بس لأنه هي دائما بتفيدنا كمان. اها، سمعت هيدا بتفيد حاسه انه في شيء رح يصير بالفقره الرياضيه اللي جايه معي، خايفه رح يردني. من هون رح ننزل سكوات مع فرونت ريزز بهيدي الطريقه. هو انا اللي عملته معه رد من الردود الكثيره اللي عملها معي. اوه تو شدتها مثل نقطة. اذا عيل حالي بدنا نبلش نحط سكورز. طبعا هون انا حامله بس كيلو وحاسه اوريدي بالحريق بالكتاف، فبالتالي عن جد انه واحد لازم ينتبه هو عم بيعملون للحركات ما يقسي على حاله يتسمع على جسمه. من هون بشرى بنتقل لللانجز، ايدي رح يكونوا هيك،
بنزل برمت بس للمشاهدين يشوفوا انه انا اجري مش عم بيدفشوا لقدام، انا اجري بالعكس عم بينزلوا نزولوا، انا عم بعمل اللانجز من هون بنزل بتفش لفوق، كون عم بعمل شولدر بريس. نرجع على السكوات بوزيشن، ونحن وعم ننزل السكوات بهيدي الطريقه بنكون عم نقرب الايدين لقدام، فبالتالي في ناس كثير بيتلبكوا بهيدي الحركه، فهي بكل بساطه بنكون عم ننزل الايد بتكون عم تطلع، الحركه بتكون بالعكس. نرجع من هون نقدر ننزل نتفش كمان، نكون عم نعمل كمان نوع تاني من البرس، بدل ما يكونوا ايدينا بهيدا الشكل بنقلبهم بهيدا الشكل، بنقرب الكوع لقدام، ننزل نطلع. هاي التمارين في الواحد يعملها بالبيت ماري، يعني بسهولة وبتحرك له حتى كل عضلات جسمه. مزبوط، نحن هون عم نعمل نوع من الفول بودي. نعم. بس لأنه عم نركز أكتر شيء على منطقة الكتاف طبعا حنكون عم نحس أكتر بالحريق وبالأوجاع وبكل المشاعر بهيدي المنطقة من هون وأكيد من الإجرين. ماري لأنه كمان اللي عم نلاحظه أنه دايما صار كتافنا مقربين لقدام، ودايما بنحكيها نحن بالتمارين الرياضية حياتنا صارت أكثر لقدام من ناحية التليفون بالقعدة بالشغل بالتليفون. مزبوط، كل شيء بنشتغله بنكون نعم. هيك نعم. وأبشع شيء اللي هو عم بيأثر أكثر على هو كلهم هو عن جد موضوع التليفون، لأنه لا شعوريا هم ما بنكون منتبهين، كل الناس عم بتضلها هيك. صح، إذا بتلاحظي حتى الأولاد هلا بلشوا من عمر صغير لأنه عم بيضلون على الأيباد. صحيح، كمان نفس الشيء ما كنا نشوف هذا الشيء عند الأولاد من قبل. صحيح، فبالتالي أنا كثير بشجع إنه بهيدي الفترة لو نص ساعة بالنهار نعمل ستريتشنج، نقوم نحرك جسمنا، ننتبه على وضعية قعدتنا ووقفتنا ونحن عم نشتغل. يعني إذا نحن كل وقت هيك معلش نقوم شوي نحرك حالنا. صح، نمدد حالنا، نعمل نتفة ستريتشنج، في كثير أشياء بتقدر تساعدنا. صار في أشياء كثير متطورة نقرا عنها وتساعدنا وتعلمنا أزواج. صحيح، يعني صارت الرياضة حتى بمتناول الأيدي، يعني ممكن الواحد يفتح على أي فيديو باليوتيوب أو نعم. شيء طبعًا بيقدر طبعًا. بلاقي. نعم، وكمان نحن كمان بحب أقول إنه كمان صار في عنا كثير كوتشز متطورين ومثل ما بيقولوا مثقفين بدرجة عالية بالرياضة، كمان بنقدر نتابعهم ونستفيد منهم ونستفيد من نصايحهم. نعم، بالتالي هم موجودين ليساعدونا، فليش لا؟ نعم، من هون رح ننزل نطلع نتفش. هون عملت كومبينيشن أنا لثلاث حركات مع بعض، فبالتالي كمان التركيز فيها صارت أصعب. هلا بعد هيدي بعد في حركة وحدة حابة أعملها، هي جدا بسيطة. بنكون نحن بهيدي الوضعية هون، بننزل وبنطلع بهيدي الشكل بس بإيدنا. فبالتالي بنحافظ على وضعية السكوات. نعم، وهون أكيد بتكون أصعب. نتأكد إنه نحن كل الوقت عم نتنفس من منخارنا وعم نطلع من تمنا، حتى لو حسينا بلش في أوجاع وهيك معنا نتحدى حالنا شوي، نتحمل شوي كل مرة عن مرة كرمال نصير أقوى. أوكي، بالتالي نحن اليوم بنكون خلصنا هول الحركات. نعم، بحب زيد كمان انه هدول الحركات كثير وجدا مهمين للناس اللي عندهم imbalances بجسمهم. صح، اذا بتلاحظي في عندك ناس يمكن عندهم كتف اعلى من كتف، ورك اعلى. نعم، نعم، بسبب الحمل او هن وصغار شنطه المدرسه كانوا يحملوها بطريقة كل الوقت بهيدي الطريقه،
والحركات كتير بيساعدوا انه يصححوا هدول الامبالانسز يلي عندهم اياها. صحيح صحيح. هو اصلا يعني حقيبه المدرسه لازم نقولها حل لانه 60 كيلو معي. ايه 100%. ما نحن خلصنا من حقيبه المدرسه جينا على الايباد، فعلى الحالتين صار عندنا الايباد ولا هيك وهيك. كله بده رياضه. كله بده رياضه صح. على كل حال شكرا لك. شكرا لك الرياضيه ماريا جلال على كل هذه التمارين. ثانك يو امين. تفضل منها انا وامين وعن جد بنوعدك رح نعملها. ليه نوعدها المره الجايه بس ببلن. انا اصلا ناطره إيه؟ امير انا اصلا ناطرتك بس امين اليوم وفى بوعده. انا بعدني ناطره هو بيعرف. هو حركه واحده وانا بحس في سيرتي ما لازم احركها. لا والله عملها بطريقه منيحه. لا منيحه اكيد منيحه. ما قلت له هلا كانه عم بيخدعنا بضل يقول انه هو ما بيعمل رياضه، فقلت له يعني شكله بيعمل من ورانا. اعتزلت الرياضه وانا صغير هذاك عليه. اها. شكرا لكم. شكرا لكم.